السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لقيت مريض سكر في غيبوبة تتصرف ازاي؟ لو قدرت تقيس مستوى السكر في الدم او عرفت الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده والفرق ما بين غيبوبة السكر المنخفض وغيبوبة السكر المرتفع، بالتالي يبقى انت عارف هل هو في غيبوبة سكر منخفض او في غيبوبة سكر مرتفع، وبالتالي تقدر تعالجه. لكن لو ما كنتش عارف الاعراض والفرق ما بين الغيبوبتين وما قدرتش تقيس مستوى السكر في الدم، فعالج المريض على انه في غيبوبة سكر منخفض لانها الاخطر زي ما قلنا قبل كده. لو المريض صاحي وبيقدر يبلع، اديله عصير، اديله مية غازية، اديله مية بسكر، اديله حتة حلوة، تمام، لمدة 15 دقيقة، وبعدين قيس له السكر تاني. لو لقيته ما تحسنش، كرر الموضوع ده معاه مرة تانية لمدة 15 دقيقة. لكن لو ما تحسنش بعد كده او كان فاقد الوعي، ممكن تحط له عسل بالجزء الداخلي من الفم من جوه وتحاول تدلكه وتتصل بالطوارئ عشان يجوا ينقلوه لاقرب مستشفى، علشان هناك هيدوله حقن كلوكاجون ويسعفوا المريض بسرعه. لو انت عارف من الاول ان المريض في غيبوبه سكر مرتفع، لازم تتصل بالطوارئ علشان يجي ينقلوه لاقرب مستشفى، لانه هيحتاج لمحاليل تعوض السوائل اللي فقدها، وكمان هيدوله جرعات مناسبه من الانسولين علشان تتحكم في مستوى السكر في الدم. كده يبقى انت قدرت تسعف مريض في غيبوبه، سواء كانت غيبوبه سكر منخفض او غيبوبه سكر مرتفع. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حدوث غيبوبه السكر المنخفض او غيبوبه السكر المرتفع. بتمنى ليكم الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.